المقابلة في بدايتها كانت فيها روح رياضية عالية، ولكن في النهاية شفنا بعض الأعمال يعني غير رياضية. شوف نقولها بكل صراحة، حنا المقابلة كي بدينا المقابلة تاعنا كانت مقابلة عادية، الناس تاع الأخضر يستقبلونا أحسن استقبال، دخلنا غرفة غير الملابس ما كان حتى شيء، خرجنا للتسخين ما كان شيء، يعني كل شيء كان يعني يسير في الطريق الصحيح، يعني مقابلة عادية، والدليل على هذا كانت مقابلة متلفزة على المباشر. الاحداث اللي بدات يعني نقولها بكل صراحه شيء مؤسف هي في الربع دقائق الاخيره من نهايه المقابله بدات عمليه الرشق بالحجاره. مي نقولها بكل صراحه هذا الرشق جانا من خارج الملعب. هناك في اصابات الانصار بطبيعه الحال كانت فيها اصابات باسكو الانصار تاعنا كانوا في المدرج، والمدرج يعني كان معهم الشوط ايدو، يعني كانت اصابات يعني امام الحجاره كانت ديال الانصار تاعنا من خارج الملعب، وكانت حتى فيها اصابات خطيره في صفوف الشوطين، يعني في 21 شوطين شفناهم يعني امام حتى على الحدود المدنيه يعني من قاسو. وهاد الاعمال يعني ما تصبش في مصلحه الكره الجزائريه باسكو هاد الاحداث هذه زيت دينا الاماكن حنا ما نتمناوهاش، حنا نتمناو الروح الرياضيه في جميع الملاعب يعني الجزائريه، خاصه درك ما يخفاش عليك بلي العالم كامل راه يشاهد فينا، نتمناو هاد الدوار هادي يعني ما تكونش خلاص في الملعب الجزائري. انا كمسؤول على فريق شباب القاسطينه ما انت محتاجها، انا البارح لعبنا مقابله مع فريق الاخضريه، حنا انتهت المقابله في الربع دقائق الاخيره وكنا متفوقين، بدات عمليه الرشق بالحجاره، الشيء اللي خلانا يعني نعاودوا ندخلوا غرف الملعب. انا شخصيا كنت في الملعب يعني كنت يعني خفت يعني من باسكو تساقط بالقوه، عاودنا دخلنا اللاعبين تاعنا اللي كانوا في الاحتياط اللي باسكو ولي ديريجون تاعنا، عاودنا دخلنا غرف تغيير الملابس يعني باه نتفاداو هذا الاخر، مي شفنا اصابات كبيره، مي انا ما نجم احتاجها، انا لعبت باع في الاخضريه، الشيء اكيد لاني ما عندنا اول مره نلعبوا مع فريق الاخضريه، ما عندناش يعني مشاكل مع فريق الاخضريه، مع هذا الناس يعني اللي تسبت في هذا الاحداث هذه نتمنى راه بيقول تتعقل شويه باسكو هذا الشيء ما يمكن حتى مكان. ما يكونش البرمجه صغر الملعب يعني اثر ثاني ممكن صغر الملعب، ممكن امور اخرى، انا الشيء اللي نقدر نلزمه ما نقدرش انا نتهم ايجيا، انا الشيء اللي نقدر نتكلم عليه هو فيه حجاره بقوه، وكاين صور وكاين حتى يعني من سيارات يعني تاع القسنطينيه يعني تاع القسنطينيين يعني تعرضت يعني للتكسير والتهميش، وكاين صور وكاين اصابات، وشفنا باللي انا نقولها بكل صراحه اللي كانت جات مقابله عاديه وما فيهاش مشاكل، حنا ديري ثلاث سوايع وحنا في غرفه غير الملابس ما قدرناش نغادروا الملعب حتى للساعه، لعبنا على الساعه الثانيه غادرنا الملعب على الساعه الثامنه ونصف مساء. ما طلبوش كيف تحقيق ربما باش الناس اللي ضروا السيارات تاعهم يعاودوا كملت لما في كيلو درك انا ما اتصلوا بيا ما حتى عندنا تاع رجال صحافه تاع قسنطينه ثاني كاين سياره تاعهم تعرضت للتكسير، وعملوا يعني دي بي في عند الشرطه ولا حتى المناصرين اللي تكسروا السياره تاعهم عملوا دي بي في، وحنا ما الحافله تاع الفريق لقمنا بالح الانصار تاعنا اللي ما قدروش يغادروا، عاودنا خرجناه معنا في الحافله حتى القسنطينه.